المسألة الأخرى عدم ذم الطعام، عدم ذم الطعام، فالإنسان إذا قدم له طعام اشتهى أكل، وإذا لم يشتهيه قال إني صائم، أو أنا مثلا يعني يحاول أن يعتذر بأي اعتذار على أن لا يقبح الطعام أو يسب الطعام، لأن هذا نعمة من نعم الله ورزق من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط أبدا، فإذا اشتهى أكل، وإذا لم يشتهي قال إني صائم إني صائم. ولما أكل الضب على مائدته ما قبحه، فقالوا يا رسول الله، لأن الصحابة كفوا أيديهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده، قالوا أحرام منه؟ قال لا، ولكن لا أجده بأرض قومي. الله أكبر، أدب عظيم. ما قال والله شكله قبيح أو شكله كذا، لا، قال ما أجده بأرض قومي، يعني ما اعتدنا أن نأكل مثل هذا الطعام. هذا هو الأدب، تأدب الإنسان. بعض الناس الآن وللأسف إذا قدم له طعام قال إيش هذا الطعام، ربما سب الزوجة، أو مثلا والعياذ بالله رفع صوتها على أمه، أو رفعت صوتها على أمها، إيش هذا الطعام. وبعض الناس يقول هذا يوميا هذا الطعام، احمد ربك، في ناس ما يجدون هذا الطعام. ولذلك اشكر الله واحمدوه، ولا يجوز الإنسان أن يذم الطعام، إن اشتهى أكل، وإن لم يشتهي يحاول أن يعتذر باعتذار آخر.